سلام المسيح وفرح المسيح بقلوبكم اخواتي واخواتي من وين ما كنتوا عم بتابعونا بالعالم. اليوم بنحكي شوي عن السلام، هيدا السلام يلي مرات كثير بنقوله ممكن هيك او حافظينه وبنردده، بس هل نحن يا ترى بنعنيه بكل معنى الكلمه؟ هيدا السلام سلام الشخص النايم بالباخره وهي عم تغرق والموج عم بيطلع فوق الباخره، هيدا السلام سلام يسوع يلي بتمنى لكم اياه ويلي انا عايشته ونازله هلا من مؤتمر سبت احد. اخ رائع، نازله وقلبي بعده فوق وحاسه بسلام، يعني باسم الرب يسوع ما في قوه رح تسرقه مني. قبل ما احكيكم عن المؤتمر اسمحوا لي شوي ارجع لورا من بدايات الاسبوع، صرتوا معودين علي احكي شو بيصير معي من اختبارات الاسبوع. انا الاحد الماضي مش امبارح اكيد الاحد اللي قبله خبرتكم انه قضيت بشهاده حياتي بكنيسه الفاج المعمدانيه. بتعرفوا انه الرب ما بخلي شيء عليه. انا اعطيته شهاده حياتي وهو اعطاني بالمقابل امطار وامطار من بركات. يلي بتابعني بكل مقدمه من حلقه لحلقه مفروض يتذكر من شي 3 اسابيع حكيت عن هيك شرخ وانفصالي عن جامعه مصلي احدى الجامعات اللي انا بنتمي لها، وبقعدتي مع الرب وقال لي اشياء كثيره ما رح ارجع عيدها هلا، ولكن ختمتها كانت انه قلت له يا رب انا مفرزه لك، انا جوكر روحي بين ايديك، وين بدك حطني، مسرح ما بدك ومع مين ما بدك. ونطرت. هذا الانتظار دائما بحكي عنه، انتظار المؤمن على رؤوس اثر وبالفعل النطره ما طولت. بهذا الاسبوع اجاني امر المهمة الروحي، امر مهمة بشكر الرب اني كنت على استعداد مثل ما دائما بقول لفزه واحده جيت بالملاله، وان شاء الله اكيد قريبا بخبركم بالتفاصيل عن هذا الموضوع تحديدا. تنرجع للمؤتمر، المؤتمر كان مؤتمر الكنيسه المسكونيه. الله شو حلو. كان في اكيد بيروجي كرم من لبنان، وكان في جماعه نور العالم من لبنان، وكان في اساتذه قسيس فرنساوي كارلوس بايان جايب معه 18 تلميذ من تلاميذه او تلاميذ المسيح مثل ما بحبوا يسموا حالهم، وكان في كمان قسيس اسمه جون لويك، اسمحوا لي ما اقول عيلته لانه ولا مره عرفت محفظتها وما عرفت الفظها مضبوط، مش بيسرعني. المهم انه بهالمؤتمر اول ما بلشوا انا طالع لاول مره، بس هن لهم 10 سنين بيقوموا فيه. قعدة هيك مع الجماعة وبلش القسيس كارلوس بايان يحكي، وأكيد كله بالفرنساوي، فصار يقول يحكي عن يلي بعده بعيد عن يسوع، يلي ما بيعرف مش عامل علاقة شخصية مع يسوع ويلي، فصرت أقول أنا بيني وبين حالي هذا المؤتمر تاري للأشخاص اللي بعد ما قربوا من يسوع، أنا ما خصني بالموضوع لأنه أنا عاملة ولادة روحية من سنة ونص وعم بحكي عنه بنور الشرق وعم جنب يسوع، الموضوع ما بيخصني. إخواتي ما لحقت كفيت الجملة براسي، بتعرفوا لما بصير في حوار واحد بكفي جملته الثاني بجاوبه؟ أنا ما لحقت وصلت لآخر الجملة، كان القسيس كارلوس قال Ne te contente pas de ce que tu as, Jésus a encore plus pour toi. يعني ما تكتفي باللي عندك اياه، بتعرف بالفرنساوي tu و toi بتضبط للبنت وللصبي ماسكولان وفيمينا. ما تكتفي باللي عندك اياه، يسوع بعد عنده اشياء كثير لالي. شهقت انا هيك وقلت بشكرك يا رب، يعني انت عندك بهالمؤتمر اشياء كثير لالي، وبالفعل ابطال وامطار من البركات مش بس لالي، كل اللي كانوا حاضرين وعظات اداديس قربان، اكثر شيء والاهم شيء صلوات شفاء وتحرير، صلوات شفاء، وانا بام العين شاهده على الشفاءات اللي صارت، وانا بحسد وبتمنى ان يكون عندي هذا الايمان قد ربع ربعه ل الايمان الموجود عند هالاشخاص 20 شخص فرنساوي. عن جد هذا الايمان اللي بنرى عنه بالكتاب المقدس، يعني قول للجبل يزيح، هذا الايمان اللي كان عندهم اياه. وبالتالي انا وقت صلوات الشفاء وعم شوف العالم شو عم بيصير فيها هونيك، مع انه عارفه انه قال لي الرب انت عندك بعد اشياء كثير حلوه بهالمؤتمر، بس نحن دائما شعب الله المختار نسي انه قبل بيوم كان عندهم ابطار من المن والسلوى
وضلوا يرتعبوا ويعملوا بانيك، نسوا انه انشق البحر كمرقوا وضلوا يعملوا بانيك. فانا قلت له يا رب اذا بدك ياني انا اشفى، اذا بدك ياني اشفى انا شو فوكسي عامله فوكس على الالرجي، لانه مش من زمان اكتشفت انه هيدا الحساسيه اللي عندي. اوكي نص الفواكه ما فيني اكلها، لا صارت الجلوتين يعني ما فيني اكل خبز ومعجنات ومنقوشه والبتكونيه، ما فيني اكل لاكتوز لاجبان ولا قلبان ورجدين علي. فانا فصت عليهم بدي اكل ما فيني اكل شيء. يا رب يا رب خلي يقول عني، خلي يقول عني يا رب، اعطيني اشاره انه بده يقول عني انه انك انت عم بتفكر فيي، اعطيني اشاره، خلي يحكي القسيس شيء عن هذا الموضوع. واذ بيطلع بيقول مين عنده مشكله دينان؟ انا نسيت، بس الرب ما نسي. انا نسيت انه من 26 سنه انصابت دينتي. يا رب ما تخليني ابكي تكفي وما بسمع فيها، هو ما نسي. انا مفوكسة على الالرجي والقشة البيخة يلي اوريدي انا الكانسر صححني منه، والالرجي اكيد رح يخليني اكل، بس دينتي اللي انا نسيتها هو ما نسي. رفعت ايدي قلت له انا، وذكرني خيي ميشيل على الاخراج جمعه الجاي باسم الرب يسوع، حط الايد بيس بالشمال لانه عم بسمع فيها. امين. الهنا اله شفاء، الهنا اله حي، الهنا بيعطينا سوء قلبنا بس نحن نتلذذ فيه ونحبه. الهنا موجود بالكتاب المقدس، يا اخوتي ان سمعتم صوته الان لا تقصوا قلوبكم. بليز بليز، هذا المنبر حتى نجن بالرب. ممنوع ممنوع بقى، ممنوع نسكر الباب، ممنوع نقسي قلبنا، لانه هيدا الزمن زمن الرب عم يستفقد شعبه، زمن الروح القدس عم يستفقد شعبه. انا ماني خايفه بقى على اوروبا، 20 شخص فرنسي وسويسراني كانوا بهالمؤتمر، يعني شو بدي اقول، عجلتهم كلها انهزت، زلزلت الارض بايمانهم. ماني خايفة على اوروبا، ماني خايفة على المعمورة، ماني خايفة على الشرق الاوسط، ماني خايفة على شيء، لانه الرب معنا والرب عم يستفقد شعبه. وراح ضلني عم كفي لحالي، رح نجم الرب انا وضيوفي. اجوا من الشمال من بغرتا ومن ابعد شوي على حدود بشري. شو بدي اقول لكم، هالمنطقة الشمالية اللي بحبها كثير، لانه الطريق اوريدي يعني بدها ساعتين ونص يوصل لهون على الدورة. ما في مرة بقول لحدا من الاخوة من فوق بدي اياكم على الهوا الا ما بلاقيهم فزة واحدة، هيدي النقطة اللي بقولها انا دايما بنتخذ على الملالة. بدي اتشكر ربي على كل اللي عم يحضروني، مش بالصفة عم تحضرونا، اتشكر ربي على ضيوفي، ابونا خوسي جريش من فنزويلا جاي هلا من الشمال، اهلا وسهلا فيك، انت باجازة كثير قصيرة مشان هيك بدي اتصيدك مرتين قبل ما تسافر. الله يخليكي مسي، اهلا وسهلا فيك. وخيي انطونيو سيبا قال لي اذا بتعرفي عني قولي تلميذ الرب وبكفيني. تلميذ الرب انطونيو سيبا، اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ انا اشتقت لكم اخوتي. كيفك؟ منيح؟ كيف احنا صغار؟ تطمني جنن ولعنين حبيبي. ان شاء الله دايما يعني بالفعل في، نشكر الرب نشكر الرب. ان شاء الله لبنان كله بزيد، كانه عم بحكي عن هالمنطقه اللي انا بعرفهم، يعني كيف ما برمتوا بتلاقوا ابطال بالرب، ابطال مش كانه يعني الحجر عم بنبت، عم بنبت حجر بجيب مؤمنين بتلاقوا. نشكر الرب في مسحه الهيه ربانيه قويه كثير، وان شاء الله كل لبنان. يلا خلينا نبلش بالانجيل. فخوسي نحن نقينا انا وياك نص الفريسي والعشار او جيب الضرايب. لوقا 18:9، يلا تفضل.